راح انطلق دكتور غازي فيصل من ما قال الأستاذ حيدر الموسوي بأن القوى السياسية لن تذهب إلى لا سيما في مثل هذا التوقيت إلى دعم مبادرة برهم صالح، مبادرة تريد دولة ذات سيادة تصحح مسار النظام، ترفضها القوى السياسية. ليش؟ القوى السياسية بمعنى آخر ماذا تريد إن لم تكن تريد مبادرة من رئيس جمهورية، جزء من السلطة التنفيذية بموجب الدستور، حامي الدستور لا تؤيده بمثل هذه الدعوة؟ شو تريد القوى السياسية الآن؟ هذا ممكن الناس تسأل هذا السؤال. هناك من يريد استمرار الفوضى، استمرار الفساد المالي، استمرار هذه الصراعات، سلاح المنفلت، عدم وجود دولة، هناك دولة عميقة، تهريب المخدرات، تهريب النفط. هناك من يريد استمرار هذه الظاهرة الخطيرة اللي أوصلت النظام اليوم إلى طريق مسدود. لهالسبب أنا أعتقد هناك اتجاهين أساسية ما زالت تتصارع أو تتناقض بالنظام بصورة عامة. هناك قوة تؤمن بالديمقراطية، التحول الديمقراطي، دولة مؤسسات، الذهاب إلى إجراء تعديلات دستورية أو إجراءات تعديلية لطبيعة النظام، اقتصاد السوق المفتوح، الانفتاح على الاستثمارات أو غيرها. هناك قوة أخرى اللي هي القوى العقائدية اللي ترتبط ببرنامج ولاية الفقيه ومكتب السيد خامنئي، وتعتقد أنها هي مستقبل النظام السياسي بالعراق، وتذهب باتجاه التمهيد لبناء نظام ثيوقراطي على غرار النظام الإيراني. إذن هذه القوة بالتأكيد ستقف بقوة لمواجهة أي محاولات للذهاب إلى نظام مستقر، نظام ديمقراطي، نظام تأيد الإرادة الشعبية في العراق. لأنها عبر هذه التناقضات، عبر هذه الفوضى، عبر هذه الصراعات ممكن تكسب وممكن تستهدف المستقبل. لهذا السبب أنا أعتقد دعوة الرئيس برهم ممكن تستقطب قوى وطنية عراقية تؤمن بعراق سيد مستقل بعيد عن الصراعات الإقليمية، دولة تتطور يعني ديمقراطيا واقتصاديا، الخروج من مأزق التخلف والبؤس والفقر والتشرد، الخروج من فلسفة الحروب، الخروج من فلسفة المقاومة. يعني بمعنى دكتور جيد، هذا كلام مهم معذرة. يعني إذا كانت هناك قوى سياسية طرحت مشروع عقد سياسي أو اجتماعي، عمار الحكيم دعا إلى ذلك، المشروع العربي برئاسة الشيخ خميس الخنجر دعا إلى ذلك، هل هذا يعني بالإمكان لهذه القوى التي اتفقت سابقا ولاحقا مع مثل هذه الرؤية أن تجتمع لتحيد القوى المناوئة لمثل هذه العقود أو المبادرة؟ أكيد، يعني أكيد هناك قوى سياسية وطنية عراقية موجودة لم تستطع أن تلعب الدور المطلوب لإجراء تطورات جوهرية جذرية في النظام بسبب هذه الفوضى. إذن إذا تنسجم أو يتم ظهور هذا التحالف مع وجهة نظر أو مشروع الرئيس برهم الصالح من أجل إعادة صياغة المشروع الوطني الدستوري الاقتصادي الاجتماعي العراقي والذهاب إلى إجراء تعديلات جوهرية على هذا النظام، ضمان الاستقرار، ضمان التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى يخرج النظام السياسي من هذه اللي نسميها البلوكاج بين التشريعية اللي تحكمها أحزاب تهدد رئيس الوزراء متى تشاء بإقالته وبطرده، واحد يقول مو هسه بعد فد 10 سنين، واحد يقول 5 سنين، واحد يقول عندنا صبر، واحد يقول انقص ايدنا، واحد يقول انقص ايده. هذه فوضى، يعني هناك سلطة تشريعية. إذا كان هناك ملاحظات جدية على رئيس الوزراء تطرح ضمن سياقات الدستور في البرلمان. يعني ما موجود اليوم هدف خطير هو تقويض النظام السياسي العراقي اللي يعاني من أزمة عميقة ومن هشاشة على مختلف المستويات للانقضاض على السلطة. وأنا أعتقد إيران وراء هذا المشروع على غرار الحوثيين في اليمن أو غيرها أو حزب الله في لبنان. إذن أنا أعتقد هذه النماذج يجب أن نحمي العراق من السقوط بها والذهاب إلى مشروع وطني عراقي يمثل الجميع. يعني إحنا لا نذهب باتجاه إخفاء أي قوة، جيد. هذا قائدية ممتاز وحماية الجميع ضمن إطار نظام ديمقراطي حرري.